مدينة الكفاح شمال التحرير. جينا هنا عشان ننقل لكم الفرحة والسعادة اللي في قلوب الناس، اللي احنا شفناها وحسناها في عيونهم وفي قلوبهم وفي حياتهم. جايين بنقول لكم جزاكم الله خيرا على اللي انتوا قدمتوه. جايين بنقول لكم الناس هنا انتوا جبرتم خاطرهم، ربنا يجبر خاطركم زي ما جبرتوا خاطر الناس هنا ودخلتوا عليهم الفرحة والسعادة والسرور. ان شاء الله العدد جالي معايا هوت، واهل الخير ساعدوني جزاهم الله خيرا. كان الوضع صعب عن صعب علينا، كنا بنملي والناس ما كانتش بتتحملنا ان احنا بنجيبوا ماء من عنده. انما دلوقتي بنشكركم ونشكر الاستاذ عبد العاط ونشكر كل اللي ماشي في مشروع الخير، وربنا يقدركم على الطيب. دلوقتي بقينا احنا كده احسن، حسينا ان احنا على وش الدنيا. الحمد لله على جبر ربنا. ان شاء الله ما فيش اي تعب تاني بالنسبه لمراتي، تنقل من بره، تجيب من بره من عندنا سايبه كده. أهل الفرحة يا أهل الخير يا أهل السعادة يا أهل الكرم، رسمتم الفرحة على وجوه الناس. والله البسمة والفرحة اللي على وجوه الناس ما تساوي كنوز الدنيا كلها. أنت قدمت وصلة ب3000 جنيه ودخلت الفرحة والسعادة على قلوب الناس، سعادة مستمرة. كل يوم ليك أجر بيها عند ربنا، كل يوم ليك ثواب بيها عند ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك الثواب ده مش هيضيع عليك، لأن ربنا سبحانه وتعالى كريم، وانت بتتعامل مع الكريم والكريم ما بيضيعش. اللي تصدق أو قدم لأجل عباد الله سبحانه وتعالى، فزي ما دخلت الفرحة على عباد الله، ربنا يدخل الفرحة عليك في الدنيا والآخرة. هنيئاً لكل من ساهم حتى ولو بالقليل في قضاء حوائج هؤلاء الناس، بأن الله سيرفع عنه البلاء. قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. سيدنا عبد الله بن عباس قال كلمات تكتب بماء الذهب، قال: صاحب المعروف لا يقع. وخلي بالك شوف قال إيه: وإن وقع وجد متكئاً. هو العدد راكب اهو، والحمد لله والمية اشتغلت وبقينا مية مية الحمد لله، وبقى عندنا مية واحنا بفضل ونعمة الحمد لله. النهاردة المية وصلت في بيوت الناس 24 ساعة موجودة. حسوا بالراحة، حسوا بالسعادة، حسوا بالطمأنينة. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فهنيئا لأهل الخير، ونسأل الله أن يتقبل منهم. وسألناهم: هل في أي مصاريف دفعتوها في العدادات اللي تم تركيبها؟ ما حدش طلب مني فلوس عشان يجيب العداد، وهم جزاهم الله خير، هم راعوا ظروف واتقوا ربنا فيه. محتاجين مساندتكم ومساعدتكم عشان نوصل للناس اللي فضله، وده مش هيكون إلا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم بفضل كل جنيه وكل صدقة بتطلع من جيب إنسان يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. شكراً، نبض الحياة.